على خلفية الهجوم الإرهابي الغادر على بنغردان يوم الاثنين 7 مارس 2016، دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على هامش انعقاد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للحركة. دعا لاجتماع طارئ لهيئة التنسيق والتشاور لأحزاب الائتلاف الحاكم التي نددت بالجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات الإرهابية، وأكدت يقينها أن الإرهاب لن يمس من معنويات شعبنا ولن يستوطن أرضنا، وأن التونسيين لن يزدادوا إلا تمسكا بوحدتهم الوطنية وبديمقراطيتهم والحرب على الإرهاب. وجدد دعوته لضرورة الإسناد الشعبي الدائم لأبطالنا الأمنيين والعسكريين لإفشال مخططات الإرهابيين. ولتعزيز العلاقات الإنسانية بين الأحزاب الصديقة، زار الشيخ راشد العاصمة السودانية الخرطوم ضمن وفد من الحركة لأداء واجب العزاء بعد وفاة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور حسن الترابي رحمه الله. وإثر عودته لتونس، استقبل يوم الخميس وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني يتقدمه رئيس اللجنة كريسبن بلانت، الذي عبر عن إعجابه بالتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي وتقديره الكبير لدور حركة النهضة في صنع الاستثناء التونسي كونها ضمانة رئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار. هذا ودعا الشيخ راشد لمساعدة تونس في تحقيق انتقالها الاقتصادي من خلال الترفيع من الاستثمارات وتقديم تسهيلات في المجال التجاري، وخاصة على مستوى تنقل الأفراد والبضائع. ثم انتقل إلى الجزائر، أين تم استقباله من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكد الشيخ راشد خلال اللقاء أن تونس صامدة في مواجهة الإرهاب، وأن العلاقة مع الإرهاب في تونس انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على الإرهاب. وشكر هذا البلد الشقيق على وقفته الصادقة مع تونس، خاصة في المجال السياحي والأمني لمواجهة الإرهاب، ودعا لإرساء استراتيجية مشتركة لاحتواء الوضع الليبي. وبعودته لتونس، استقبله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإطلاعه على فحوى لقائه مع الرئيس الجزائري. وأبلغته تحياتي شقيقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتهنئة الرئيس الجزائري بما تحقق للتونسيين بقيادة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي من انتصار باهر على الإرهاب.